انت منتظر حد معين؟ ها؟ هو كده حد معين. طب وهيشوفنا ازاي واحنا هنا؟ دي خطط برسمها يا غبي. طب فهمني. هتفهم. بقولك ايه، اطلع القي نظرة. ولا اي اثر للبوليس يا ريس. اذا ما جاش يبقى اول مرة احساس البرادة يخيب، بيبقى اختار طريق العقل احسن له واحسن لي. ولو اني برضو بقول ان احساسي مش هيخيب وحيجي. هو مين بالظبط يا ريس؟ هتعرفه لما يجي. وريني. ها؟ اهو جه. النضارة يا إبراهيم. اتفضل يا فندم. سيادة العميد، يا ريتك يا فندم تفهمني ايه اللي جابنا هنا؟ جيت اقابله. هو مين يا فندم؟ البرادعي. بس ده مفيش حد هنا خالص يا فندم. لا في. احنا مش شايفينه. بس هو شايفنا. ما تقولي هو فين يا فندم وانا اروح اجيبه لك من زمارة الذهب. ما تستعجلش يا إبراهيم، هنجيب. طب إزاي؟ فهمني. مش هتفهم. ده تصرفي بيني وبين البلد. هو فهمني وأنا فهم. بس يا رب ينفذ اللي في بالي. سمعت يا ريس؟ سمعت. الله، الراجل ده مش قام بأجازة وقبل العرض بتاعك؟ بيضحك على البرادعي، بس أنا اللي هضحك في الآخر يا رشدي. قديمة يا برادعي. بص شوف المركب اللي هناك دي يا إبراهيم. مركب تجارية يا فندم. لا، دي مركب بعتها البرادعي للتمويه. راجل ده داهية. بس على مين؟ أنا كاشف كل ألعيب. إن شاء الله هجيبه النهاردة. خليك يا رشدي مستني الذهب اللي مش هيطلع ابدا. دول جايين علينا يا فندم. ها؟
خليهم يجوا. مش قادر افهم ازاي تبقى مركب البرادعي تخش على البر كده في عز النهار، مش خايفين؟ هيخافوا من ايه؟ ما هم معهمش ذهب. مش بقول لك دي للتمويه علشان يشغلنا عن العملية الأصلية؟ يلا بينا. على فين يا فندم؟ على العملية الأصلية. إن هي فين؟ اتفضل يا حارة الضابط. يا شباب. على فين يا ريس؟ على الذهب الحقيقي.